جيلها منذ أكثر من 125 ألف سنة. هذا التصريح اللي أثار جدل كبير وتخوفات من القادم. كلام عن كونه صيف هذا بش يكون من الصيفات الأكثر حرارة اللي تمر في التاريخ. احنا بش نعرفوا أكثر تفاصيل والمعلومة صحيحة مع بعضنا مباشرة مع المهندس البيئي والخبير في المناخ صديقنا حمدي حشاد. صباح خير ونهارك زين. مرحبا بكل مستمعين. يعيشك مرحبا بك انت. دوك الارض تشهد درجه حراره عاليه، لكن كيفاش حراره هذه تمثل الاكثر حراره منذ اكثر من 100,000 سنه؟ باهي خلينا نوصل النقطة اللي هي معناها خلال شهر جوان، معناها 14 جوان تحديدا، صارت تشجيع أكثر معدل درجة أعلى معدل درجة حرارة في شهر جوان اللي هي كان 16.80، لكن الأعلى معناها عفيف لوقع تسجيل يوم 6 جويليا كمعدل درجة حرارة معناها يوم 6 جويليا 2023 من عام ناول اللي كان 17.23 تقريبا. رقم هذا ما سجلناهوش معناها منذ 125 ألف سنة. كنشوفوا اللي باقي من سنة 2023 كانت السنة أكثر حرارة، واللي نشوفوا مجموعة من المعطيات الأخرى المترافقة معها اللي تقريبا من شهر جوان 2023 معدل درجات الحرارة ما طاحش معناها تقريبا عام كامل بما فيهم معناها أشهر فصل الشتاء، معناها كان معناها كل شهر يتعدى يعتبر كمعدل درجة الحرارة الأعلى على الإطلاق. أيوة. وهذا معناه اللي يصير تخوفات على امتداد العام. على امتداد العام من 2023 كمعدل درجة مطلية أو معناه في الشهر ذاك معناه ما طاحتش تقريبا من جوان 2023 إلى لحد اللحظة هذه، معناه ما طاحتش، بالعكس في ارتفاع متواصل وقع تسجيل أرقام قياسية عديدة. وكان مش نعتمدوا معناه البيانات والمعطيات اللي يقع تجميعها ومعالجتها، معناها ممكن برشا ما نقول قدامنا فرضية ما زالت هو ما وفيش في 2024، لكن قدامنا فرضية قوية جدا تشير اللي ممكن سنة 2024 صيف 2024 تكون الأعلى على الإطلاق. وعلى فكرة ما ممكن نصف جنوب الكرة الأرضية وفي فصل الصيفي، لأنه يعني طاغمة بالعكس نحن وما يعيش وشتاء، وقع تسجيل درجة حرارة كبيرة برشا معنا وصلت أثر جدل معنا لدرجة حرارة وقع تسجيلها تقريبا في أفريل في ريو دي جانيرو، معنا اللي أثر العديد من التخوفات معنا درجة، وهذا معنا اللي قاعدين تو معنا في متابعة معنا اللي قاعدين ورفع الأرقام. المشكلة معنا اللي ممكن فهم بعض الأرقام الأخرى اللي درجات الحرارة الليلية المفروض تكون معناها أقل من 8 إلى 14 درجة درجة الحرارة اليومية، ممكن معناها قدامنا هنا في الهند يقع تسجيل 35.7 درجة، تعتبر من الأعلى، مش الأعلى لكن تعتبر من الأعلى الدرجات اللي بالليل المفروض معناها تصير هدنة حرارية قاعد معناها بالعكس ماشيين فينا سقطة سعودي. وممكن توا معناها مش نبداو في الفترة التجويلية اللي توصل البيك تاع التمبيراتور أو درجة الحرارة القصوى اللي يقع تسجيلها سنويا في منطقتنا في النصف الشمالي الكرة الأرضية، معناها ننتظروا أرقام قياسية عالية وعالية. ننتظر أرقام قياسية عالية جدا بالنسبة لصيفة السنة، ربي معانا إن شاء الله. طبعا حمدي من أهم الأسباب هوني نحكيه على الاحتباس الحراري، شنو أبرز المخلفات متاع الاحتباس الحراري على الأرض بخلاف ارتفاع درجات الحرارة؟ هل التغيير المناخي، هل خوضة في الفصول، هل الحرارة هذه درجات الحرارة اللي تكون في بلاصة عمرها كانت بالطريقة هذيك تتغير كومبليتمو، هذا كله من الاحتباس الحراري؟ هنوضحوا حاجة، مفهوم الاحتباس الحراري هذا مفهوم إيجابي جدا لكوكب الأرض، ليش بيه ما كناش نكونوا موجودين؟ معناه راه مفهوم إيجابي، في المطلق هو مفهوم إيجابي، لكن شنو هو السلبي في الموضوع؟ علاش ولينا نسمعوا الكلمة هذه تترافق برشا مع مفاهيم سلبية، تفسيرات سلبية، اللي صار اختلال في الظاهرة هذيك، وأنا وليت معناه مشيت للأقصى درجاتها، معناها بالتالي ولات كانوا فما الارض قاعده تحترق تدريجيا، معناها قاعده ترتفع فيها درجات الحراره. وكي نعرفوا اللي درجه الحراره هي المفتاح لكل الظواهر المناخيه الاخرى، معناها لما ترتفع درجه الحراره باش نشوفوا معناها اللي في دومينو، معناها او تاثير الدومينو على مجموعه من الظواهر الاخرى، مثلا البحر معناها والمحيطات تلعب دور تعديل لدرجه الحراره، بالتالي تمتص كميه كبيره من الحراره دي. المشكله هنا اللي قاعده معناها فما كيف حتى كيف نشوفوا موجات حرارة في الهواء، فما موجات حرارة في البحر، معناها مارين هيت ويف. أيوة. وذوما راهم موليو شكلوا أرضية خاصة بتكون الأعاصير والعواصف كما حد يشوف في البحر المتوسط، كانت العواصف قليلة الحدوث أو نادرة الحدوث، وزمان حد يشوفوها تتكاثف معناها، وتقريبا فما استقرار
لأكثر من 3 أو 4 معناها تقريبا في البحر الأبيض المتوسط اللي نسجلهم خلال آخر الصيف معناها سيكريتيشن ترميك، وما غادي معناها تتكون معناها نشوفك العصير كما صار معناها عمناو في عاصف دانيال، شوفوا في الظواهر الأخرى اللي ضربت ليبيا وخلفت معناها حصيلة ثقيلة نوعا ما، نشوفوا ونستحضروا معناها اللي صار في نابل في 2018 معناها مجموعة من الظواهر. بالتالي الحرارة عندها تأثيرات الكل، معناها نحن كيف توصلنا الثامنة على التوالي الجافة بس كان سنة مطيرة سنة 2018 في الوسط يعني 7 سنوات، أما في الحيز الزمني 8 سنوات نقول بس كان سنة مطيرة 2018 ونشوف تأثيراته على الأمن المائي نتاعنا، نشوفوا كيف على التداعيات على القطاع الفلاحي وتداعياته على معنى مختلف النواحي الاقتصادية وحتى الاستقرار الاجتماعي. هذا من جانب كيف معناها وقت تمثلك أنت الأمن التداعي نتاعك ما توصلش أنت تحقق المحصول، مثلا ناخذ سبيل المثال الحبوب اللي معناها وقت ما نحققوش معناها المستويات العادية نتاعنا يعني باش نضطروا للتوريد، وبالتالي باش يكون عنده حصيلة تجارية واقتصادية مؤلمة على الاقتصاد بطريقة يعاني شوية معناها يهتز شوية بأزمات أخرى مترقبة يعني كله إلى جانب زاد حمدي الحرائق اللي تنجم تكون في برشا بلايص بسبب ارتفاع الحرارة. حرائق شوف خلينا نوضحوا معطى وممكن خاطر باش تحكي علينا ما فيش وموسم الحرائق شدة معناها بعد فترة ليست ببعيدة جدا. التغيرات الغير الاحتباس الحراري تساعد على الحرائق لكنها ليست سبب في الحرائق. تساعد تعطي الارضيه خصبه معناها نسبه الرطوبه تنقص من الغطاء النباتي وهذا يشعل اشتعال الحرائق لكنها ليست متسببه مش هي ولكن تسهل تسهل وانه الاشتعال يصير بسرعه. فما 97% على الاقل من الاسباب راهي مربوطه باسباب بشريه سواء عمدا او غير عمدا عفويه غير عمدا معناها عمليات درجة الحرارة تساعد على انتشارها معناها تخلي معناها نقص الرطوبة معناها تخلي معناها الحرائق تكون ممكن تنتشر أسرع معناها وتكون معناها أكثر قسوة معناها وهذا معناها لازمنا نتوقعه له هذاك معناها مجهود أمني مجهود رجال الغابات مجهود حتى السكان يكونوا يقظين معناها وقدام عام حكينا على فما العفوي فما الجنائي في الموضوع. وي حمدي حشيد نعرفك وانك تتابع معناها عالم كل ما يحدث في علاقه بالمناخ على المستوى الدولي على المستوى العالمي، شفنا عديده هي المؤتمرات عديده هي القمم المناخيه، وين وصلت شنو اللي عملت؟ حقيقه نشوفها انا فقدت الثقه منذ فتره معناها بالفعاليات الدبلوماسيه الدوليه اللي صارنا في المناخ لان تقريبا استعرضت الوقت ومماطله لمعناها اطاله امد المفاوضات تطبيقات راهي اللي معناها والحلول المناخيه اللي نحكيو عليها راهي مكلفه جدا للدول اللي باش تعمل نقله اقتصاديه. بالتالي معناها راهو معناها قاعد يبذلوا في المجهود الكل لاطاله امد المفاوضات. معناها ما تشوف فما المخرجات اللي قاعده تخرج معناها على قمم المناخ قليله وقليله جدا بالمقارنه مع يقع طرحه كل سنه او ما يقع الدعوه الى تطبيقه لانقاذ الكوكب. يعني نشوف نحن درجة الحرارة يمكن كان معدل ارتفاع درجة الحرارة كان في 2016 درجة 29 الأمم المتحدة حطت هدف لاحتواء الارتفاع ذاك تحت 1.5 توا معناها نحكيو على 1.63 درجة ارتفعت فما مبكر 8 سنين هذوك شوف قداش زدنا معناها شوف قداش ارتفع درجة الحرارة معناها ما فماش جدية كبيرة معناها على الأقل أو من الأطراف الكبرى فماش التزام ممكن تتوقع ممكن تغير معناها من الوضع هذا ما عنديش نية صريحة وصادقة لتغيير الوضع لأنه كما قلت الكلفة الاقتصادية مكلفة جدا مكلفة. نعم وهم معناها تقريبا مش مستعدين يضحيوا معناها بالرفاه الاقتصادي والرفاه التكنولوجي بالضبط. حمدي حشيد باش نخدم معك بسؤال هذا وكنا قبيله شويه اشرنا لهذا عملنا وسجلنا درجات قياسيه في تونس وصلت لل 50 السنه باش نوصلوا لهذا ونجموا نتجاوزوا وفين لعادتنا معناها تصورش نحن في المنطقه جغرافيه شافه معناها تقريبا نسجلوا ال 50 معناها باش تولي حاجه طبيعيه جدا معناها في بعض المناطق في تونس وهذا مش مربوط بينا برك مربوط بالعديد من المناطق الاخرين وقع تسجيلها في مصر في ليبيا في الجزائر معناها حتى لتو معناها نشوف الارقام في الصباح معناها فما مناطق مثلا في الهند درجه الحراره من 12 ماي لتو ما تحتش تحت ال 40 اي اللي هو مش عادي بالنسبه للشهر لا اكيد معناها معناها اللي صار في الهند ماساه مناخيه معناها مئات الحالات من الوفيات هذا اللي يعلنوا عليه اتلاف المحاصيل الفلاحيه معناها فما تاثيرات كبيره برشا في تونس نتوقع اكيد معناها ممكن نتجاوزوا ال 50 درجه معناها واللي هو سجلناها قبل مش حاجه جديده
اما معناها نتبعوا نفس المنطقه ونفس التمشي ونفس التحليل البيانات في المناطق المجاوره لينا، فما شبه جزم ما نجمش ناكدوا لان مازلنا ما سجلنا حتى رقم، لكن تقريبا ثم فرضيه التحقيق معناها وارده جدا. واضح، شكرا لك المهندس البيئي والخبير في المناخ حمدي حشيد على كل هذه التوضيحات. كهو هذه الطبيعة راهو معنا ما نعملوا معها، معناها نقراو حسابنا في الماء، نقراو حسابنا في الماء، انه واحد يولي يرد باله لانه الحر شديد جدا. هنا قبيله شويه كنت نقرا في ارتيكل، والله خليني نعطيكم بعض النصائح لانه مهم برشا. راهو سخانتنا ما عادش كيما قبل، شمسنا ما عادش كيما قبل، حسب مقال صدر في ديلي بي اللي يقول في غضون 15 دقيقه هكذا تدمر ضربه الشمس الجسم تدريجيا في ربع ساعة اكسبوزيسيون في الشمس. دونك يحذروا من مخاطر ضربة الشمس القاتلة واللي يمكن أن تبدأ في التطور بعد 10 دقائق فقط من الجلوس في الهواء الطلق. معناها تقعد 10 دقائق منك للشمس تبدأ سيد خلط راك في ضربة الشمس لا قدر الله القاتلة. دونك بمجرد أن يخرج الشخص وتسطع أشعة الشمس على الجلد المكشوف من المرجح أن يبدأ في التعرق على الفور، والتعرق هو طريقة الجسم لتبريد نفسه. دونك التقرير زي يقول في حالات الحرارة شديدة يمكن أن يتبخر العرق من الجلد في دقيقتين فقط، حيث لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من العرق لتبريد الجسم في الوقت المناسب. ما ناخذوش ريسك يشحمل الماء ما عادش ينجم يقاوم. دونك اون سكوفغ ديجا، ما نقعدوش تحت أشعة الشمس ما غير ما نغطين غطيو روسنا نغطيو لو ماكسيموم زيدا من بدنا باش ما نتحرقوش. ورب يحمي للجميع ونبعدوا على أوقات الذروة، نشربوا برشا ماء، مهم ياسر بالله. وزيدوا ذكروا لي باغون تاعكم، ذكروا الناس الكبار حولكم باش ما ينساوش رواحهم من الماء. ويزمك تشرب الماء حتى كان ماكش عطشان، لازمك تشرب الماء. والمظلة اوبسيون بيه لازمة مش اوبسيون بيه. ميرسي بوكو فاروق سويسي كان معنا في الاخراج، حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي. ميرسي سارة اترابلسي، شكرا محمود الحجري. ايناس العلوي كانت معنا في الاعداد. احنا نعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة من 6 للـ11 مع ويكاند على الكيف. بعد شوية يجيكم زميلنا انيس مرعي وبرنامج ديوان البزنس من نص نهار الماضي ساعتين المفروض مع أميمة العياري. ونقول لكم متابعة طيبة لكل برامجنا على ديوان FM. مشاهدة طيبة الناس كل انتم تسمعوا في